جدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني، وضيفي وضيف حضراتكم كابتن احمد عبد المقصود، وهو المدير الفني الحالي للصقر السعودي، وله كان تجربه رائده جدا مع الصقر السعودي لانه صعده من الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه، ثم عاد الى الزمالك خلال هذه الفتره، كان متواجدا كمدربا لنادي الزمالك مع مستر كارتيرون، ثم عاد مره اخرى الى الصقر السعودي بناء على طلب من رئيس نادي الصقر السعودي ليعود مره اخرى للفريق، وهو حاليا ماشي بشكل كويس جدا، هو ثالث الدوري، ربنا يكتب له الخير ان شاء الله باذن الله يتمكن من الصعود الى الدوري الممتاز. خلونا نرحب بكابتن احمد عبد المقصود اللي مشرفنا ومنورنا. كابتن احمد اهلا وسهلا بيكم، مساء الفل. اهلا وسهلا ابراهيم، انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده لاول مره، اهلا وسهلا بيك حبيبي. ده شرف لينا كابتن احمد وسعداء بوجود حضرتك معانا. تعال نبتدي مع حضرتك بالتقرير، ومن التقرير نروح للتفاصيل، يلا بينا. يعد واحدا من الكوادر التدريبية التي يتوقع أن يكون لها مستقبلا بارزا في الأعوام المقبلة نظرا للفنيات الكبيرة التي يمتلكها ورؤيته المميزة، إنه أحمد عبد المقصود المدرب العام السابق لنادي الزمالك والمدير الفني الحالي لفريق الصقر السعودي. تواجد عبد المقصود لسنوات طويلة داخل جدران نادي الزمالك كلاعب في صفوف الناشئين، فهو ابن مدرسة الكرة بقلعة ميت عقبة، لكنه سرعان ما أنهى مسيرته مبكرا بسبب الإصابة واتجه إلى عالم التدريب. وخاض عبد المقصود العديد من التجارب، حيث سبق وأن تواجد في الجهاز المعاون تحت قيادة مؤمن سليمان، فضلا عن العمل ضمن الجهاز الفني لطارق مصطفى بنادي العروبة الإماراتي وأسامة نبيه بنادي الكوكب السعودي ونادي مصر. ولمع اسم أحمد عبد المقصود عندما كان مدربا في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، فهو صاحب بصمة قوية في مشوار عدد من أبناء النادي الحاليين وعلى رأسهم أوباما وأسامة فيصل. وخلال الموسم الماضي تم الاستعانة بأحمد عبد المقصود من أجل التواجد في الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث كان برفقته أسامة نبيه، واستطاع الزمالك تحقيق لقب الدوري بعد صراع شرس مع الأهلي، وكان للجهاز الفني دورا كبيرا بعدما أغلق على الفريق في المرحلة الحاسمة من المسابقة، فكانت آخر 10 مباريات للفارس الأبيض فارقة في تتويجه باللقب المحلي الذي غاب عن خزائن النادي منذ عام 2015. ولكن رغم النجاحات للجهاز الفني، قرر عبد المقصود الرحيل عن الزمالك برفقة أسامة نبيه ليترك الثنائي كارتيرون وحيدا، وعاد عبد المقصود لقيادة الصقر السعودي الذي نجح في تصعيده إلى دور الدرجة الثانية هناك. عن أسباب رحيله من الجهاز الفني للزمالك عقب التتويج بالدوري، ما هي طموحاته وأهدافه المقبلة؟ هل تلقى عروضا للعودة إلى الدوري المصري؟ رؤيته للزمالك هذا الموسم تحت قيادة كارتيرون، وهل يتمكن الفارس الأبيض من الحفاظ على لقب الدوري؟ كل هذا وأكثر يجيب عنه أحمد عبد المقصود ضيف جمهور التلتة مع إبراهيم فايق. قبل ما ابتدي معاك في الصقر السعودي، لعبت كام دقيقة في الفريق الأول لنادي الزمالك؟ ولا دقيقة؟ بس اتقيت فريق اول الزمالك والله. ده قالوا لي انه فعلا ولا دقيقه، بس قلت لهم لا اكيد لا ولا دقيقه فعلا. ايه اللي حصل بقى؟ انا ابن نادي الزمالك وعندي 8 سنين ما شاء الله، يعني جيت عندي 8 سنين يعني خدتها واحده واحده، طبعا بدرس الكوره والناشئين وكده لغايه 20 سنه. وانا في 20 سنه في اخر موسم كنت في يعني طلع عاره مع كتفور جعفر في نادي بيت المحله، فاتصابت هناك بعد خلاص ما مضيت وكل حاجه، عارة سنه كنت ماضي 5 سنين نادي الزمالك على بياض خالص، ووقعت هناك على رجلي. ف اول مره يعني انا حابب اسال في الناشئين ده عمري ما اتصبت ابدا خالص يعني والله العظيم والله بس كنت ربنا يهد يعني عندي في يعني ركبتي. فساعتها برضو كان الوضع لسه صغير، انت مش هسافرك بره يعني، لسه الصليبي ده مش زي دلوقتي يعني دلوقتي زي اللوز يعني. عملت هنا عند الدكتور في مصر هنا باظت ما تعملش كويس. فعبال ما جيت العب 4-5 شهور تاني مش قادر، رحت اعملها تاني. فقعدت في سنه وثمان شهور عملت 5 عمليات منهم 2 صليبي في رجل الاثنين، يعني انا عامل هنا وهنا. اي لا حول ولا قوه. فدي خلتني انا ما هدت حيلك خلاص. حاولت العب، لعبت شويه في بتروجيت سنه، الدخان سنه، مش قادر ابقى مش قادر ارجع زي ما انا صعبان على نفسي يعني. فيمكن ربنا كان انا كانت حياتي كلها كوره، يمكن ربنا يعني خليني بدري ادخل سكه التدريب من 2001 بقى 20 سنه بدرب، يمكن دي خلتني الحمد لله رب العالمين يعني قريب من الكوره.
قريب من الحاجه اللي انت بتحبها. هي حياتي. صحيح. حياتي. طيب خليني اسالك بقى على تجربه الصقر السعودي, وشايف ايه مع فكره انك دلوقتي ما شاء الله ماشي ثالث يعني تقدر ولا العمليه صعبه؟ بص ما فيش في الكوره مستحيل يعني ما لو في لو فيها مستحيل ما نشغلهاش يعني هي حلاوتها في صحيح. صعوبتها يعني فانا يعني بعد ما صعدناهم السنه اللي فاتت يعني من ثالثه لثانيه اول مره في تاريخ النادي وخدنا بطوله المملكه برضو اول مره في تاريخهم اكيد ف مش هقول طبعا انا جيت ازاي لا ده هنتكلم عليه بعدين بس انا كان انا هدف السنه دي بقاء يعني هدف يعني طبيعي سنه اول سنه تطلع في درجه اول مره في حياتك طبيعي بقاء فاشتغلنا على بقاء حتى في يعني من ناحيه الموارد يعني رئيس النادي يعني كتر خيره يعني يعني لوحده يعني انا نفسي حتى البلد ناس البصر الناس في المدينه تساعده لوحده خالص خالص فدي عامله لنا مشكله وعنده انديه اكبر منه في 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 المنطقه بتاعته مين انديه اكبر منه في المنطقه لا احنا هي المدينه اللي انا فيها القصيم دي فيها كذا في التعاون والرائد مثلا دول في المحترفين في الحازم برضو دي يعني كل ده جنبينا بس في المنطقه اللي انا فيها هو نادي واحد نادي دي اسمها منطقه البصر هناك عنده جمهور ولا ما عندوش جمهور عنده جمهور والله بس هو راجل عايز دعم يعني هو يعني بيدفع من جيبه كتير فبرضه مهما كان الواحد وحده لازم ناس معاه يعني لازم معاه تدفع معاه هو كان بقاء هدف الدوري هدفنا احنا بقاء الدوري فلما مشينا في مش معانا كويس الحمد لله يعني قعدنا من الموسم اللي فات لغايه يعني اخر ماتشين بس كده بلا هزيمه 29 مباراه من الموسم اللي فات ما شاء الله سواء نص دي ما حصلتش خالص يعني في اي حته في اي درجه يعني فدلوقتي احنا تالت الدوري ضمننا بس مثلا 90% 95% البقاء في الدوري والدور الاولاني لسه خلصان اول امبارح الدور الاولاني لسه الدور كامل الهدف يبقى منافسه عشان ننافس بقى الفتره الجايه طبعا لازم لعيبه برضو يعني لازم صحيح. اربع خمس لعيبه الناس تدعم مع رئيس النادي مع لو عايزين منافسه يعني ان ما فيش حاجه مستحيله بس برضو انت بتلاعب معاك فرق عمالقه في الدوري يعني ليك ولايتين في الزمالك والغريب انك مع كل ولايه برضو بتمشي الولايه الاخيره ما حدش عارف انت مشيت ليه مشيت يعني ليه نتكلم في الاولى الاول الاولى انا يعني جيت فتره كانت صعبه شويه انا عندي مشكله ابراهيم لو انا مش مبسوط في حته او مش مرتاح ما اقدرش اشتغل ان انا بحب الشغلانه دي قوي ومخلص لها قوي يعني باجي على بيتي فيها كتير بصراحه فلو انا مش مبسوط او حاسس مثلا بقله تقدير او اهانه او 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 ما اقدرش فالفتره اللي انا دي كانت صعبه في الفريق كنت انا اللي ماشي بحكم ان انا كان في مشاكل يعني بلاش مع مين بلاش دي الثانيه انا ماشي وانا ما على عيني يعني انا برضو واخد دوري ابراهيم انا الزمالك الثانيه ما كنتش عايز تمشي من جوايا مش عايز بس انا بحكم في حاجات كتير قوي العقل لما اجي افصل مفيش خطوه ابراهيم باخدها بخطوها او باخدها الا لازم اصل الاستخاره يعني مره واثنين وانا برضو يعني برضو انا مش مشهور يعني فلما بدات الناس تعرفك والناس توقفك والناس ايوه ولادك بيفرحوا بيك كانت صعب عليا جدا صعب عليك انك تمشي بقى تاخد بطوله الدوري بقى دوري ابراهيم نادي الزمالك بقى له كام سنه ما ياخدش دوري ربنا يحطك يجيبك في فتره معانا خمس ست شهور تيجي قول لي على عينك لانك مشيت طب لو هو على عينك مشيت ليه؟ ابراهيم ما هو بص عشان تمشي نادي الزمالك ده مش حاجه مش اوعى تفتكر ان هو سبب واحد طيب ما اسباب كتير قول لنا افتح قلبك يعني مثلا ضمن الحاجات عدم تقدير مثلا من مين من كارتيرون لا لا بالعكس الراجل ده مش انا من الراجل لا 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 خالص والله لا لا خالص الراجل كان معايا كويس جدا وكان بيأذني بي 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 يعني هو اللي جابني طيب امال ايه هو اللي جابني يعني لو جبنا في حته التقدير دي مثلا البند ده مثلا في النادي مثلا يعني اداره يا راجل احنا ما حدش بيقول لك حتى مبروك لما خدتوا الدوري ولا قبل حتى في ماتشات الاخيره دي احنا كنا بنلعب ماتش كل 3 ايام احنا كنا في بيوتنا ابراهيم يعني احنا قعدنا مثلا حاجه 20 يوم في معسكر عايز مبروك من الاداره مش مبروك حاجات كتير يا ابراهيم يعني مثلا ايه ما هو انت خد بالك لو انت ما كنتش واضح في كلامك كلامك هيجي يقف في النص فالناس هتفهم ان انت لا مش هتفهم كلامك بنود. صح يعني تبينه قوي يا اما ما تقولوش خالص مش دي المادي بس ولا دي حاجه مش مادي بس لا لا يا راجل يعني اقول لك حاجه انا واخد القرار رسمي 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 يوم ماتش البنك الاهلي يوم ماتش البنك الاهلي بعد المباراه ليه بقى ده الماتش اللي انتوا بتاع التتويج تتويج يعني انا كنت انا اقول لك ايه يعني انا مثلا بين انك تاخد القرار او ما تاخدوش لا انا يعني اقول لك حاجه وانا ماشي من نادي الصقر وانا ماشي بعد ما خدنا البطوله دي يعني كان لسه في ماتشين تحصل حاصل يعني ماشي
الناس قالوا لازم تجي لنا تاني مش عارف ايه ان شاء الله. لا هتجي لنا طبعا والله. طب لو خد دوري قلت له والله خد دوري حتى هاجي. انا بقول لها يا باب ازاي والله العظيم والله هاجي والله. امتى فين ده الله اعلم بقى، مش شرط في نادي يعني، يعني مش شرط. فلما جينا حصل مشاكل مثلا كتير واحنا شغالين في مش مع برضه مش مع الجهاز برضه ما تنساش ان مش مع الجهاز حاجات تانية. حسيت بقله التقدير قله القيمه قله شويه لدرجه ان في مره من المرات مثلا سمعنا بودني من غير الاسماء يعني الاداري واحد من الاداريين بتوعنا بيتكلم مع واحد مسؤول يعني وانا في الاوضه ماشي والله في طرقه والله العظيم والله اللي مش عاجبه من الجهاز يمشي. مش حلو يمشي مثلا. هل الجزء المادي فيه والله بسيط والله يعني يعني مش ده برضو المادي بس السبب يعني أيوه. بس اقول لك حاجه بس ما ينفعش برضو من ضمن الحاجات مثلا ان انت يعني اقولها لك ازاي يعني ما يعني لو على المرتب او المكافئات او 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 احنا في نادي الزمالك احنا اي حد يتمنى يشتغل في نادي الزمالك بس ما يعني ما كل الناس بتتمنى بس المام يعني المام يعني معاك المام وكل حاجه بس بتلاقي برضو يعني يا راجل كان ممكن تلاقي مثلا العمال مثلا ممكن ياخد اكتر منك ما ينفعش اللعيب. طب اللعيب مثلا في عقود اوكي اوكي لازم يبقى في ترتيبيه وكل واحد بياخد حقه وياخد وفقا للمجهود بتاعه مش تقليل من حد ومش مش غرور بس هو الطبيعي ان كل واحد يعني بياخد. انت كنت بقول لك انت في الزمالك الناس كلها فاكره تحت القبه شيخ تحت القبه تكبش وتاخد اكيد اكيد يعني اقول لك مثلا يعني مش عايز الارقام بس انا بقول لك والله 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 حتى مرتباتنا مثلا اقل مش اقول لك اللي بينافسنا لا 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 اقل من السادس دوري سابع الدوري انا في ناس زمايلي طبعا اقل من سابع الدوري طبعا يعني حتى كمان يعني أبراهيم. انا افتكرت اللي يعني ده البند بتاع التقدير ده بند التقدير البند اللي خلاص مش ده يعني مش المادي بس هو اللي خلينا لا لا ده اللي زعلنا مش مشكله الدوري بالدنيا ماشي جمهور الزمالك وفرحته بالدنيا الدوري بالدنيا ابراهيم انا عمري ما هنسى في الباص واحنا جايين بعد ماتش الانتاج الحربي قبل ماتش البنك يعني ماشي بس انت بتحتاج مع فرحه الجمهور ومع الناس والكلام ده كله انه يبقى في جبنه في الثلاجه مثلا بص عايزين جبنه في الثلاجه مثلا ما ينفعش يعني اصل يقول لك ايه برضه يعني برضه اخر ايه اصل اخر سبع ماتشات في الدوري احنا قلنا للعيبه بس اللي تاخد ما فيش كده في الكوره فين انت في اي حته فين مفيش حاجه اسمها اللعيبه تاخد بس انت فين فين بص انا سايب سابع مثلا الدوري بياخد الاجهزه المساعده الراتب بتاعهم اعلى منكم كتير طيب هاخد فصل ابراهيم انا في نادي الصقر مثلا وانا نازل سايب 3 شهور مكافاه صعود مثلا في نادي الصقر السعودي الناس مشكوره طبعا ادوهم لي بعدين طبعا لما بعد ما جيت مصر بفتره يعني بجد بس بقول لك يعني انا ايه يعني برضو انت في الاخر عندك ولاد صغيرين أيوة بص لما تيجي تبص لها حقك بغض النظر زي بالنسبه للبند ده ما عندكش ولاد بالبند حقك. ده البند ده انا برضو عشان برضو قطعيه البند ده ما في بنود تانية يو لا طبعا ناخد فصل ونرجع نكمل كلام نروح لفصل ونرجع نكمل كلام طيب خلينا نسرد باقي البنود. هل فعلا الاداره كانت بتصرف لكارتيرون مرتبه هو الجهاز المعاون او هو الجهاز المعاون الاجنبي وحضرتك كابتن اسامه نبيه لا والله ما كنتش اعرف قوي يمكن في الاخر عرفت ان في حصل مثلا مكافاه الدوله بس طلعت مثلا هنا وهنا وهنا وهنا, وهنا لا مثلا عرفت الاجانب المصريين لا ساعتها ممكن ايه تاني من الاسباب اللي خلتك بص ماتش البنك الاهلي ده كان حاسم ماتش البنك الاهلي انا طبعا عارف انت عارف طبعا الناس كلها عارفه ان كنا جايبين قصرنا وباص واحد واخدين موافقه الامنيه يعني يعني ان مفيش مشكله والاسماء على الباص كده فلما تقعد ساعه ونص مثلا في الحر ده وتلاقي انا ما سخنتش الفرقه يعني انا من ضمن واحد ما سخنتش كنت بره في الشارع انا وشيكابالا وزيزو والله ما سخنتش الفرقه انا كان لا كان انا على دايما بقف معاهم مثلا مع لا والله بره على الباب بره عشان ادخلهم لما تلاقي مثلا مطر بيكلمك ابنك تعبان ومن الحر وسواء ساب الباص ووقف بعيد من حاجات مش في الكوره ليه يعني يعني دي من الحاجات اللي ديتني مش عارفين نفرح مش عارفين نفرح ليه يعني يا جماعه الدوري السعودي ليه قوي واقوى منا بكتير او اي حد ياخد دوري الرهيب اي حد يعني يعني مش عافيه انا لو قعدت اقول لك حصل معايا في الماتشات في الفار ومش الفار انا في ماتش المقص ده انا وقفته والله العظيم وقفته قبل الماتش يبدا والله وقفته ازاي الكابتن مش عارف حاجه جاي يقول قبل الماتش بيصفر لو في موجوده بيصفر يا جماعه الفار مش شغال ولما شغل نقول لا 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 اقف قلت له اقف لا اقف انا ثالث انا ثالث يعني مش الحقي انا اعمل كده من كتر انا
ابنادي قوي فما مش يعني ما ينفعش ان انا ليا تجربه شخصيه ماتش الجونه الفار ما كانش شغال. انا بقول هم والله العظيم ما كان شغال والله انا والله قبل اللي فات لا الموسم اللي فات وانا موجود معاهم وانا خدت انذار انا عشان بقول لحاجه ايه طب شوف الفار كره لاسلام جابر في الاخر فار الفار مش هو عرفنا بعد الماتش ان الفار ما كانش شغال من واحد من جواهم ما كانش شغال ما كانش شغال الفار حد يعرف دي ما حدش يعرف دي ماتش الاسماعيلي كابتن جاد جريشه في الاسماعيليه اول شوط كان 0-0 زيزو كان ليه ضربه جزاء فدخلت في عجيبه بين شطير ضربه جزاء رسمي تتفرج عليها رسمي يا كابتن جاد بص بين شطير لا 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 طب قلت له طب اقول لك حاجه الفار مش شغال برضو انا ببعت انا اداري بقى عندنا في اداري بقى الناس من دوري فوق ايوه انا قاعد لهم بقى فاهم روح بص فقال لا مش شغال فكابتن احمد واحد من الحكم بتاع الفيديو داخل وانا جاي من فوق في البين شو قلت له الفار مش شغال قال لا وش احمر والله العظيم قلت له والله العظيم مش شغال دي ما تحسبش رحت بقول لك كابتن جريشه دي التعديل دي ازاي يعني ازاي حتى لو تلاحظ احنا عدى 20 دقيقه في اوضه في الشوط مش 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 قاعدين ننزل الملعب عايزين ننزله الملعب دي يعني يمكن دي ما حدش يعرفها فحسيت ان ايه يعني ان انت مش عايز تفرح ووصل وقاعدين وصلت يعني الرساله وصلت وفعلا ما فيش نفرح يا ابراهيم احنا ما يا راجل النادي حتى ما عملش حتى حفله الجهاز الفني ولا اللعيبه ولا ما ده واخد دوري ولا حد حاسب حاجه الجمهور بس فرحنا انا حياتي كلها في الباص وانا راجع عملت لكم فرح هنا ايه ده عملت لكم فرح هنا في البرنامج طبعا انتوا لا 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 انا قصدي كان النادي مثلا النادي ما فيش حتى حفله ما فيش مكافئات مش سيبكم مكافئات يا سيدي مش عايزين حاجه ما فيش ما حسيتش ان دخلت دوري انا اللي حسيت بالدوري بالناس في الشارع بس ان انا ارجع من الباص من جامعه الدول لغايه نادي الزمالك بس ما تاخدش 5 دقايق اقعد 3 ساعات بس ده جمهور بالدنيا اللي اتشال على الدماغ في الدنيا بس حصل في الماتش في ماتش البنك الاهلي ده لما تلاقي اللي يحصل كده ويا راجل شكلنا وحش ده لما هو كاس العرب اهو الناس نزلت الجدار نزل ايه ده صحيح كل إيه وكل اللعيبه بتاعتك مش عارف تخش من الملعب عشان تخش مشكلتش بقى ده كابتن الفريق بتاعك تاني يوم يتوقف في ثانيه ده انت راجل ده لو قتل قتيل مش هيحصل كده ده اللي ادالك انطباع قلت لا خلاص انا لازم تعبت انا باخد حاجه على 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 اعصابي قوي قوي يعني فقلت خلاص انا هغير جو خلاص بقى يعني دي مع كلمه اللي هو ايه اللي مش عاجبه يمشي اللي مش عاجبه يمشي دي بعد ما خدت بطوله الدوري قبليها بيوم احنا خدنا الدوري خلاص قبل ماتش الماتش اللي ثلاث ايام اللي بتاع خلاص خدنا رسمي بس فاضل من احد المسؤولين في اللجنه ولا احد المسؤولين في الكوره اداره الكوره لا اللجنه 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 اللي هو من لجنه من الكوره يعني الاثنين خلاص انا كده فهمت الناس كلها فهمت مصر كلها فما يعني دي كانت صدمه ليا برضو يعني احنا يا زيدي احنا ما تقللناش لا ما تقللناش يعني الواحد كان مساعد مسكتون وانا كنت مساعد مثلا او اي حد بدورك بتقوم بدورك بورد الله امين على النادي قبل اي حد امين على كل حاجه الزمالك يقدر يحافظ على بطوله الدوري السنه دي قبل ما يطلع الفصل طبعا يقدر طبعا عنده المقاومات ولو سيبك من القيد ماشي قيد احنا عندنا سكواد الله اكبر يعني مش ما فيش زي في مصر اقوى من الاهلي السكواد اللي موجود في الزمالك طبعا اقوى من الاهلي طبعا كان معايا كابتن جمال حمزه وبساله مين الاقوى قال لي الاهلي لا انا الزمالك بص ابراهيم ولا حاجه كم اقل حاجه ماتش امبارح ده كم واحد ناقص عندهم كده اوباما شيكابالا مين تاني مش يعني كتير كتير يعني انا بقول لك ناس مثلا انا اللي جمع دماغي عمر السعيد مثلا في ناس واقفه طارق حامد طارق حامد في فرق في فرق الفرق كسبنا 4 وعندك جيش من الناشئين بقى مش اقول لك يوسف اسامه اسم جعفر البيسو صحيح وحسام اشرف الزمالك يقدر ياخد بطوله الدوري ياخد صحيح. بس انت عايز بس اقول لك حاجه بس العداله بس عداله ودوس عادي جامد قوي ان انت من غير دي ما انت اول سنه في فار خد الدوري مع ان انت كنت بتحارب في فار بقول لك اهو ماتش الجونه مش شغال الشوط الاولاني في الاسماعيلي مش شغال والله العظيم بقول لك كنت ببعت الاداري يبص هو والماتش شغال اقول له روح شوف الفار صحيح اروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا الجامد جدا مع كابتن احمد عبد المقصود خليكم معانا طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه وصلنا للجزء الاخير مع كابتن احمد عبد المقصود وخلينا اسالك بقى في شويه اسئله سريعه هل الراجل كان عنده قناعه بعوده مصطفى فتحي ولا لا كارتيرون الراجل كان كل اللعيبه المعاره كان عايزهم يعني كان عايزهم بصراحة. عايز سيسي وعايز مصطفى فتحي ما قالش لا على خالص على حد ما قالش لا على حد عمر سعيد طبعا كله كان عايزه طيب كان شايف ازاي سيف الجزيري كان محبذ وجوده في الفريق ولا كان محتاج مهاجم تاني سيف يمكن في الاول لا مثلا بس سيف في الفتره الاخيره اخر 19 قال كلمته يعني كلمته عبر عن نفسه كنت مع فكره رحيل مروان حمدي ولا لا كنت بشايف انه كمل رحيل اصل مروان حمدي واحسن فيصل والناس كلها جت بعد
انت ما عندكش خيط مثلا فامشي ازاي انا بالذات وانا تقدر تقول لي كلمه حق في قصه حسين فيصل؟ اقول لك كلمه حق. حسين فيصل عشان نور فالازمه دي عمل لاعب الوحيد اللي كل سنه في كل جيل في الاهلي والزمالك في لعيبه بتروح بتروح ماشي هو نور المره ماشي. دي فجت في حسين لعب احمد سامي لعبه نور لعب كويس زي اي لعيب كويس ممكن كنا عدد كمان مشيت سنه كل سنه صحيح وما حصلش نصيب صحيح. احنا حسين وكل اللعيبه الناشئين كنا قلنا ان يطلع اعراض قلت يطلع اعراض اعراض ان صعب تلعب في مع المجموعه دي صعب يعني صعب الفتره الجايه صعب الا بقى لو في حالات اصابات كتيره وكده صعب فبس ما قلناش يمشي مثلا كده يعني واحنا برده كنا بعيد يعني برده لجنه كان حطنا بعيد ما نعرفش حاجه احنا بينا احنا بنجاز نتكلم ماشي بس ما نعرفش حاجه ثانيه بره ايوه خالص ما نعرفش حاجه خالص يعني مش الكابتن اسامه نبيه هو اللي كلمهم قال لهم كلم حسين فيصل قال له انت مشيت من الفرقه لا الموضوع مش كابتن اسامه في الاخر مدرب عام مش صاحب القرار هو اللي مش صاحب القرار لا كارتيرون ما كانش عنده اقتناع بحسين ممكن بس مش حسين بس قال لك المجموعه حسين من ضمنهم يطلع اعراض المجموعه الصغيره اعراض اعراض ما يطلعش يعني الورقه دي حتى اللي قدمها حتى نفسه كابتن سامي هو اللي قدمها ورقه ايه حتى كان ابنه فيها يوسف فيها ايوه فهو الموضوع بتاع يعني اعاره مش ببلاش مش ببلاش اللي عمل ده بقى ده حاجه ثانيه فاهم ازاي ما انا بقول لك كل سنه بيطلع جيل كده يعني بيطلع في يعني كل سنه الزمالك بيطلع بيلعب 2 3 من كل جيل ده حاجه كبيره جدا من 25 لعيب مثلا الباقي بيروح فين بيتوزع طبيعي مش الزمالك بس اهلي وزمالك وانبي فهو الفتره دي حسين لعب مع فكره بقاء كارتيرون ولا رحيله طب يمشي ليه ما هو راجل ماشي كويس ناجح وواخد دوري ومعاه ما شاء الله يعني الزمالك محتاج لعيبه في بعد نهايه السنه دي لان طبعا مش عارف يجيب في يناير محتاج لعيبه محتاج ممكن مهاجم مثلا تاني افريقي مثلا بس انما الزمالك عنده سكواد اي حد يلعب اي حد يجيب جون عنده مجموعه ماشي عمر كمال عبد الواحد شبانه حمدي النجاز الزمالك خسر مين في الثلاثه عمر كمال عبد الواحد عمر كمال عبد الواحد كان هيفرق جامد طبعا طموحاتك واحلامك ايه مع السنه الجديده ده اخر سؤال والله ابراهيم انا طموحي بلا حدود بس بعقلي يعني ما يعني يا رب ابقى ستر والصحه الاول يا رب اما في الشغل في الشغل يعني ربنا دايما بيديني احسن حاجه ودايما احسن ما انا اتمنى وجودي معاك هنا وانا الزمالك وانا ما كملتش في الكوره وخد دوري وي وي ده نعمه كبيره معه لو الزمالك طلبك دلوقتي قال لك احنا عايزينك تبقى موجود مع كارتيرون لا ما دلوقتي في جهاز الحمد لله جوايا سؤال مجازي يعني سؤال مجازي دلوقتي صعب صعب دلوقتي صعب انا في نص الموسم وانا الدوري كل ثلاث شهور يخلص فانا تعتبرنا زي ما تعمل انا اجي في اي وقت يعني جيت مرتين من بره مره في الامارات وانا جيت ومره في السعوديه جيت من غير اي حاجه بلا شغل بس دلوقتي الموضوع خلاص يعني الناس ماشيه كويس يا رب يا رب ناخد الدوري ان شاء الله يا رب تاني هناخد الدوري ان شاء الله شرفتنا ونورتنا يا كابتن احمد عباشكو حياك شكرا جزيلا وكامل توفيق ان شاء الله باذن الله لك في الفتره الجايه ورب نسمع خبر حلو كده بصعود الصقر للدوري المحترفين بتبقى حاجه عظيمه جدا يا رب يا ابراهيم انا بشكرك جدا بشكر ويدكم تبقى خفيف على الناس ويا رب يا رب دايما كده في تقدم الزهره دايما بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن احمد دي كانت حلقتنا النهارده بشكر حياكم شكرا جزيلا بشكر في العمل بكامل نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد تصبحوا على الف خير سلام عليكم